هالمسج هاد؟ اه شو يعني سيء كتير بورا؟ انت بدك تجيب لي الجلطة؟ انا سيء سيفجي، مو حاسس اني منيح ابدا، ما بقي لي شيء ابدا بالحياة، لا وكالة ولا مكانة ولا مصاري، ما بقى عندي شيء ابدا ابدا. والله خايف لأعمل بحالي شيء. بلا تخبيص يا، بلا تخبيص. سيفجي لا تتركيني، لا تتركيني اوعك. طيب ماشي يا مصيبة على راسي. حلو هالبيت. ماشي حاله بس موقت، اوعك تخبري حدا بعنواني. ليش؟ شو ما علي غير دين الوكالة سيفجي؟ عندي كمان غير ديون والدياني عم يلاحقوني. طيب طيب سيفجي كتير تعبت اليوم وهي خجلانة منك كتير. خبريها ما تزعل بقى، بكفي ياسمين أنا رجل أعمال وبقدر الوضع. قيمك هلا من الشغل، يلا قلي لي شي حلو. وقف لفكر. ما نمت بالمرة. ليش؟ لقيت خاتم بحجر ألماس بدرج صواش. شو؟ يا عيتك لا تفرحي على الفاضي، إلها مو إلي. صواش بيحب هديك البنت كتير. هدول كلهم من وين؟ طبعا أحسن نوع جبنة. افتحت أمك لشوف. كتير طيبة، ما بلاقي أطيب منها. لو تعرف قديش فرحت بجايتك، كنت عم فكر شلون بدي مضي يوم تاني من غير ما أشوفك. أنا اجيت بأول طيارة. خالك ضل هنيك؟ لا هو كمان رجع وجبت لك هاي كمان. وشو هاي؟ كتير حلوة. قديش عمرها؟ شي 100 سنة. عم تمزح، منين جبتها؟ أنا بجيبها لا تشغلي بالك. شكرا كتير.
مصطفى، منيح شفتك يا. مرحبا عمو احمد. لا 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 ابني، شو عم شغلوك هون مثل العمال؟ عم بتعلم الشغل. والعتالي شو فيها للتعليم؟ هون تتعلم الشغل؟ يمكن، المفروض انت بالنظيف اغا. السلام عليكم بولاط. ها؟ ملك المخبرين بذاته مشرف لعنا يزيلنا صباحنا. بأي وش هي عم بتسلم علي؟ شو ما قلت معك حق بولاط، ما لي وش سلم عليك، أنا بعرف هالشي. بتعرف لكان. فهمت إني غلط معك. شو صار؟ وقع الحجر على راسك؟ شلون فهمت؟ صواش حط لي علي براسي. قال لي خالي بيقوس حاله ولا يمكن يخون ابن أخته. عم يحكي مظبوط. خدعني هذا الواطي غرقان، بس أنا سلمت هالواطي للشرطة، سلمته بإيدي. غني هالموال لحدا غيري أحمد أغا، أنا سمعانه كتير. شو ما قلت معك حق، بس الاعتراف بالغلط فضيلة. أنا بعترف بغلطي وجاي بذاتي أطلب منك السماح. بالنهاية نحن قرايبين ما هيك؟ يلا يعطيك العافية، خاطرك. صورتوا فيلمين؟ ثلاثة. اوه، اثنين للترويج وواحد قصير. منيح، امتى رح نشوفهم؟ بعد ما يخلصوا، لسه في مونتاج وموسيقى، بدهم شغل كتير. فضيتوا المكتب نهائيا ما هيك؟ مع الأسف. عليكم دين كتير؟ اي صح، اصلا الشركة في عليها قروض كتير، وفوق هاد كله في علينا تعويضات الموظفين كمان. أنا بحلها. لا حبيبي ما بصير. ليش؟ ما بصير، هاد الدين مو ديني لحالي أنا، دين سيفجي ودين بورا كمان. بس أنا حابب ساعدكم. ما بصير حبيبي، مدام نحن وقعنا لازم نحن اللي نوقف. ياسمين، هاي مشكلتي أنا صواش. هلأ نحن في بيناتنا هاي مشكلتي وهي مشكلتك؟ على أساس الاثنين واحد؟ نحن ما صرنا واحد. نحن صرنا واحد، بدنا نصير، وعن قريب. يلا اسماعيل، بالأول منوصل باران وبيلين وبعدين بتوصلني إلي. تأمري أمري يا خانو. يلا. يلا ماما، لا تعزبي أنستك، مفهوم؟ باران، أنت أخوها الكبير؟ طبعاً، يخلي لي ياهن ما أحلاهم. بتصل فيك اليوم ومنطلع ماشي؟ أنا اليوم مو منيحة كتير أختي. طيب، مثل ما بدك حبيبتي. وأنا مين رح يوصلني؟ ايه تعال، منوصلك أنت كمان. الو الو نزان، نزان الو، مين انت؟ الو ست نزان، ما عم نسمعك. الو ست نزان، نزان خانم. ما احلى الجو اليوم. ايه انا بحب الربيع كتير. نازان، ما في حدا؟ كيف؟ واحد قلبك ما يلو. منين بده يجي يا مرت خالي؟ مشان الله على هالحكي.
مع انه ربيع بس هوا، انا بردت بدي فوت لجوا. الهام صبي لي كاسة شاي. حاضر. اوه شاي الكيف كمان. بتحبي صب لك ست فداء؟ صبي كاسة لنشرب. صباح الخير. صباح النور. خير؟ ليش فرحانة هالقد؟ إلك عندي خبر رائع ياسمين. فوتي لهون. المصاري اللي بعتن على وان 2,250,000. وكمان ما رح يكفوا، في أضرار كتيرة بتضيع. طيب شو رح نعمل؟ بدنا نخفض الإنتاج؟ ما بصير، ما منقدر نخفض الإنتاج، إذا خفضناه منخسر موقعنا بالسوق. مزبوط. طيب شو رح نعمل سواش؟ حكيت مع اللي بيأمنولنا البضاعة، أجلت دينهم شهر، بس ما بيستنوا أكتر من هيك. من جهة تانية عم تقول رح تصب الأساسات، المهندس المعماري طلب سلفة مشان المخطط، فرضا دفعنا له، كيف رح نقدر نبني المصنع؟ يا الله، لا تحكي كأننا أفلسنا نادية. تلبكت كتير ها؟ طيب بس عنا أزمة. عنا أزمة سيولة، وهي رح نتجاوزها. أحمد بيك إجا سواش بيك. تفضل. جاي لأقول الله يجعل أكبر المصائب. أهلا وسهلا. بعدين منحكي سواش. جيبيلي قهوة بنتي، قهوتكم طيبة كتير. تكرم. الحمد لله على السلامة. رحت ساعدت أهل الضيعة، رفعت لي راسي، قلت لهم هذا صهري رجال مثل النمر. ممكن تصبي لي شاي كمان؟ طيب كتير. على مهلك رح تنتفخي. وانتفخ. سواج جاب هدول من وين ما؟ اجا من الصبح بكير، ومن نزلته من الطيارة اجا لهون لعندي. ايه العشق. تفضلي. يسلموا. بتقول بدها تبعت لنا شغل على الوكالة، يعني الحقيقة نحن رح نشتغل وهي رح تكسب من ورانا. منيح سيبقي أحسن من بلا. بتقول عرفت إنه أفلسنا كمان؟ لا تسميها إفلاس، عم تضايقني الشغلة. نحن أفلسنا ما أفلسنا؟ اتصلت امبارح المساء وقالت زعلانة كتير. لو قلتي لها إنه بورا السبب. ما قلت لها شي، ما شرحت لها القصة. يعني ليش ما عم تحكي سيفقي انتي؟ ما نخرب بيتنا بسبب بورا؟ بلا، مع الأسف. لكن ليش ما حكيتي لها؟ انتي بالأول كنتي زعلانة كتير، لهيك ما فتحت أمي حتى ما زعلك أكتر من هيك. لو يوقع بورا بإيدي رح ندفو تنتيف، قضى على حياتنا المهنية. مو بس أفلسنا وتبهدلنا كمان. صهر خلينا نحكي لنا شي كلمتين. أحمد مورا، أنا بناديك عمي شي لتناديني صهر؟ أنت صهري مالك هيك؟ لا تقولها، لا تناديني صهر. بعرف صواش ما بتريدها، قلبك ما بيطاوعك تناديني عمي. طيب مثل ما بدك، مع الوقت مننسجم، وقتها انت بتناديني عمي وانا بناديك صهري. ايه صرفت مصاري كتير وقت الضيق، حلال عليك. لا اغا لازم يكون مثلك، بس ضايقت كتير. الارض اللي شارية مشان المصنع عم تدور فيها الكلاب. حاجة تلف وتدور، اعطيني اخر الكلام احمد مورا.
نستأجر مكتب فورا. شلون ما كان الناس رح يعرفوا انه بورا عمل فينا هيك؟ نحن ما عنا مشكلة، ما بننضام الا ما نلاقي شغل. ياسمين عم تحكي مزبوط، منبلش بالشغل الخفيف احسن، ما بناخد شغل كبير فورا. هذا الشغل بيسكر لنا كل ديوننا. طيب هي الدعاية لأي شركة؟ دارما للأغذية أو فارما للأغذية، هيك شي. قال من قيصري بيشتغلوا بالسجق والبسطرمة وما بعرف شو. شو؟ شو صار؟ منافسين لسواش يعني؟ صحيح، مندبر حالنا، مضطرين. مو معقول نعمل هيك شي، بنساوي دعاية لمنافسين حبيبي يعني؟ طيب ياسمين شلون ما كان حدا تاني رح يعملن ياها؟ بلا ما نكون هذا الحدا سيفقي، يعني أنا ما بقدر. معك حق، أصلاً أصول الدعاية ما بيصير نشتغل لشركتين بنفس القطاع. أغذية ونفس النوع وسجق، لو مشتقات الحليب بنفهمها. شغلي بتحير كتير يا بتقول ما في حدا، مع انه لو في اكيد ما رح تقول من اول مرة. بس ولا يهمك، انا رح زلق لك ياها بالحكي. في اليوم الصبح اتصل رجال بنصان على التليفون، كان مكتوب باء الف. يي مين هاد؟ نظام شوفي لها، تليفونك رن اليوم الصبح، فتحته الوالدة شاهنور. وشو قالت؟ هي ما قالت غير مين انت، وبعدين المتصل سكر. شكرا لها. عم بتقول ليكون رجع يعرض شغل البودرة؟ يا ريت كان هيك، كنت طردته وما خليته يرجع. ايه شو بده؟ بده يدخل شراكة بمصنع وان. ايه بيعرف اننا متدايين يا خال، ومتدايين على المصاري. السيل خرب لي خطتي. شو بنعمل؟ من بيع ارض؟ شو؟ انا مستحيل بيع شبر ارض ديوان. نادية من طرف وانت من طرف، ليش هلبكي هيا؟ ما في داعي تتلبكوا. طيب شو نعمل؟ أنا مشكلتي الوحيدة لازم حط أساس المصنع بالصيف. نادي عم بتقول ما اتفقت مع الإيطاليين. شو ما في غير الإيطاليين بهالدنيا؟ والله أهل ضيع بلدار مبسوطين على الآخر أخي. سواش بلدار وزع على الكل احتياجاتهم، ورح يرجع يوزع لهم غنم. هيك بيعمل الرجال المضايق يا؟ عم يعمل استعراض ابني، عم يعمل استعراض، عرض عضلات على فلاحينه. ما عم تدخل بعقلك؟ وانت من وين تعرف انه متضايق؟ لسه ما دق مسمار بالارض، كان بده يأسس مصنع. شو صار؟ لامتى رح يضل يوزع؟ بدنا نصبر. اذا صواش بلدار بده يصب اساس بهي الصيفية رح يحتاج الي، رح يجي لعند رجلي. مشان البودرة؟ المصنع البودرة ما تفرق. قليلن يعملون لنا قهوة يا مرا. يلا
أختي؟ هذا من بيت مين بيكون؟ من موش، من عشيرة كاروا. ماتت مرته السنة الماضية. وفي عنده أولاد؟ ايه بنتين، واحدة بـ18 والتانية بـ16. وهو شو بيشتغل؟ بالحديد والبولات، عنده مصنع وشركة. والله بيناسب نازان عالتمام. نبعت لهم خبر مشان يجي يشوفها. باران؟ باران عندكم شي؟ مو هون، يمكن فوق. اهلا وسهلا خالي. اهلا وسهلا بنتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بولات، تعال عود استريح. اهلا وسهلا. انا جوعان كتير. هلا بتكون السفرة جاهزة. يسلموا. مثل ما لكم شايفين رح تدخل الكتابة هون على وش البنت، يعني شعارنا. شو رأيك نحط لقطة قريبة تانية للمنتج سيفجي حتى نأكد عليه؟ ليش عم تسألني؟ انت المخرج هون. سجلي هاي اللقطة كمان. الساندويش وصل، يلا ناكل بسرعة. شلون الشغل؟ ايه منيح، ماشي الحال. رح نصبح هون؟ طبعا، لسه هلأ بلشنا سهرانين هون. احمد انت خد استراحة وكلك شغلة. بس خلص هدول باكل. ست ياسمين تسلمي. ايه يلا تعو. شو يعني عرض شغل على سواش؟ يسلموا هالايدين. ميت من العطش، يسلموا فداء. احكي بقى، شغلة البودرة؟ لا مو بودرة، طلب يكون شريك بالمصنع الجديد بوان. شو؟ سواش ما رح يوافق شو ما صار. ليش انا رح وافق فداء؟ ليش؟ انت لازم توافق. وليش لحتى تقول لا؟ اختي لا تجننيني، الرجال فسد علي لسواش. تركيني انا على جنب، سواش بيكرهه للرجال. مصاري يا بولات، مصاري. شوف بدقيقة واحدة بس راحوا 2,250,000، وعم بيقول لسه بده يوزع غنم على الناس. هذا الغنم بينزل من السماء؟ اشترى ارض وقال بده يبني مصنع وما في معه شيء ابدا يشارك. بما انه مو شغل حرام ولا شغل بودرة، لازم يقبل عرض احمد مورا وفورا. ليش تراجع عن شغل البودرة؟ يعني بطل هالشغلة كلياتها؟ هذا بيتراجع جيم، عم يحكي على الفاضي. قال تعب والدولة عم بتلاحقه مشاكل كتيرة. ومن هالحكي ليش عم تفكر كل هالقد؟ بتقله مع السلامة وبتخلص منه. ما أنا قلت له، بس وعدت الكل بالبلد إني صب الأساسات هاي الصيفية، وما في شي بنوب، وهذا اللي مضايقني. أنا أفكر بخطة. حط لك الصحن هون سواش بيك؟ إيه حطه هون، هلأ أنا برجع. ماشي. نادية ممكن أسألك سؤال؟ أنت لهلأ ما طلعتي؟ كنت عم بعمل خطة الدفع. شو في ديلان؟ هدول حقل للحيوانات الحية، إذا بيتأخر الدفع بتطبق فائدة تصاعدية. شو بنعمل؟ شو بيعرفني ديلان؟ كل الناس بدها مصاري. سواش؟ جيم أنا. سواش راح المغاسل، أنا رديت. زعلتي؟ لا. بكرة بقلك شو تعملي، ماشي؟ ماشي. كنت بدي أسأل سواش سؤال عن الشغل. مستعجل شي؟
لا مو هيك. ماشي لك، بقول له انك اتصلتي. ماشي شكرا. نادية. نعم جيم. شو اخبارك؟ منيحة، غرقانة بالشغل. وانت؟ يعني بن عند منيح. نادية لا تسكري. ما رح سكر. نادية انا الحقيقة وضعي كتير سيء، لما سمعت صوتك ساءت حالتي. انا ما عم بقدر اعيش من غيرك. سواش صباح الخير ابني. صباح النور. بما انك جاي على غرفتي من بكير معناتها بدك تقولي شي مهم. بلا، احمد مورا قايل لك بده يشاركك بالمصنع تبع وان، ما هيك؟ بلا. منيح، وافق حتى نطلع من الازمة. ليش نحن بحاجة احمد مورا يشاركنا لحتى نطلع من الازمة؟ مو تقيل عليكي هي؟ ليش تقيلة؟ هذا رئيس عشيرة مورا من اولها لاخرها، بعدين هو قرايبنا. لا تقولي عن هذا الرجال قريب ماما، انا مالي علاقة فيه. شلون ما فيه؟ انت متجوز بنته؟ رح طلقها، قلت لك 100 مرة ما هيك؟ رح طلقها. صواش لا تحكي كلام فاضي بقى. فاضي؟ شوفي، اشتريت هاد للمرة اللي بحبها، وقريبا رح ارفق عليها ياسمين. ليش انا بدي اتعرف عليها يعني؟ رح تتعرفي، شئتي ام ابيتي. ابدا نهائيا. رح تتعرفي ماما، يا بتتعرفي على ياسمين يا اما بتخسري ابنك. برأيي خالصين يا زملاء، طلع حلو كتير، اسحبوا لنا نسخه منه. شو رأيك ياسمين؟ والله مو قادرة أحكم، أنا مخي واقف. شو؟ أنت مخك وقف لأنه عملناه بسرعة، بس برأيي طلع حلو كتير. وهيك رأيي ست ياسمين، قبل هالمرة أنا ما سمعت بهي الماركة، بس هلأ رح أشتري منها. يا إلهي لو نقدر نحل شغلة الدوبلاج والموسيقى هلأ. هدول بدهم شوية وقت. دخيلك أستاذ، لا تعملون شلون ما كان، كل شي لازم ينعمل بأحسن حال. طبعا، لا ينشغل بالك. ها لودي هدول لحبيبي، يسلموا. بس لسه ما خلص، بده شغل كتير ياسمين. وإذا يعني حابة فرجي عليه هو بهالحالة. أيوة أنا تحمست من هلأ. وأنا كمان. يلا خلص، انتوا روحوا ارتاحوا، بتكونوا متوا من التعب، ارتاحوا حتى نبلش بالشغل الباقي. بعد السمان مر على شي صيدلية وجيب لي هذا الدواء وانت جاي. أمرك يا خانم. ماما لساتها بغرفتها؟ لابسة ومتشيكة، شو لوين رايحة؟ أخذت شهادة للسواقة، رح أجيب تشيشك من المدرسة ونحتفل سوا. بخيلك نظام، انتبهي على حالك حبيبتي، لساتك جديدة بسواقة. لا تخافي مرت خالي، يلا بشوفك. أنا رح سوق لحالي خليل، هات تعطيني المفاتيح. اهلا وسهلا، تفضلي. شكرا لك. اهلا وسهلا. اهلا فيكي، سواش بمكتبه؟ بمكتبه، تفضل. مع السلامة استاذ محمد. الله يسلمك. سواش بيك، ياسمين خانم اجت، تفضلي. حياتي، شو هالمفاجأة الحلوة؟ ليك شو هاد؟ شو ممكن يكون برأيك؟ لا
لا تقلي لي خلصتون. لا حبيبي، بس حبيت فرجيك المونتاج الأولي. اشتغلتي للصبح ما هيك؟ مبين النعاس واضح عليكي. ما عندك فضول تشوفه؟ عندي بس ماني مستعجل. بتصدقي انه ماما ردت على تليفوني؟ بورا اتصل فيني وماما ردت عليه. طيب وما سألتك مين هاد؟ لا بس مجهزة الكذبة لما تسألني. شو بدك تقولي؟ رح أقلها معاون المدير بمدرسة باران. شو اسم الرجال؟ دخيلك شو بعرفني؟ بخترع لها شي اسم. وليش لا اخترع؟ بقلها بورا. بورا قال كسر. ياسمين؟ نادية؟ مرحبا، كيفك؟ شو قال مصورين الإعلان؟ بس لسه في شغل كتير، لساته بأوله. أنا تحمست كتير. استني شوي، لا تنفعلي كتير، يمكن ما يعجبوكي. أنت عجبوكي؟ يعني أنا طبعاً عجبوني. شلون لك؟ معقولة أنا ما يعجبني شي عجبك لإلك؟ لا، وبرأيي لا. يلا افتحي بسرعة لنشوف نحنا كمان. تشيشك فيكي تغطي علي إذا رحت التقي ببورا؟ شلون؟ مثلا إذا جيت أخذتك من هون بعد شي ساعتين. طيب أختي، بس شو بدي أعمل هون ساعتين؟ أي صحيح، معك حق. بدي أقلك روحي معي. بيصير هيك شي روحي؟ ماشي، بدبر شي كذبة. أنت كمان روحي لعند سواش. لعند سواش؟ طبعا، خدي جاتو ومري عليه بالمكتب. شيشك، انتي ما بتحبي لسواج؟ ما بتنحل القصة إذا هربتي، ليش ما عم تفهمي هالشي؟ بس في وحدة تانية بقلبي. وانتي رح توقفي عم تتفرجي مو هيك؟ انتي بتحبيه شيشك، لا تتركي حبك. هون رح ينزل صوت ويقول سجق كيميون بجيب لذة جديدة لسفرتكم. لسه منقدر نشتغل عليه إذا في شي ما حبيتوه أو ما عجبكم، حتى منقدر نصوره من جديد، بس بيلزمنا وقت. أنت شو عم بتقولي ياسمين؟ ليش عم تعامليني وكأني زبون؟ عم تحكي عن جد؟ ما أنت زبون أصلاً، طالع كتير حلو. يعني عجبك عن جد نادية؟ كتير. هيك رأيي. بس ينحطلن الموسيقى والمؤثرات والدوبلاج رح يطلعوا شغلة بتجنن. طلعي. ألو، قول أشرف. أغا، بورا أويان انتقل، بس عرفت بيته الجديد، شو منعمل؟ حاليا لا تعملوا شي، خليك عم تراقبه بس. أمرك أغا. يعطيك العافية. خير إن شاء الله، شو صاير لك؟ ياسمين إجت على الشركة وخفت كتير إنها تشوفني. شو مفكر؟ ما رح تلتقى فيها أبداً؟ شو بدي أعمل هلأ؟ شو ما حسبتها يعني؟ حسبتها، بس مو بهالوقت هاد. بس خلص اللي بإيدي بعمل لك قهوة. قلت بجمع معلومات من جوا وبعدين يمكن قابلها. ما في بإيدي شي أبداً. ما في؟ بإيدك أهم معلومة حبيبي، ابن ياسمين موجود. بشو بتفيد هاي المعلومة؟ والله شغلتك أنت. نازان؟ مرحبا.
عمري عملتي منيح بجيتك. كأني اجيت بكير شوي. ويكون، تفضلي فوتي. مبروك بيتك الجديد. حاليا هذا البيت، اسبوع الجاي رح انتقل لبيت جديد. عندك ضيفة، بلا ما ادخل انا احسن. لا روحي، عم نحكي بالشغل، تعي. بدي اعرفكن على بعض، نازان صديقتي الحلوة، ست جولاي مديرة البنك اللي بتعامل معه. مرحبا. مرحبا. استريحي، اجتماعنا اصلا خلص. حقيقة ما خلص. ست جولاي ولو منكمل بعدين. اليوم او بكرة بيجيك الحجز سيد بورا، انا عم حاول ساعدك بهالشي. ماشي ست جولاي، فهمت. لازم تسدد دفعة منيحة بأقرب وقت ممكن، حتى يكون عندي وش لما بدي دافع عنك قدام المديرية العامة. شكرا لك. عم بستنى خبر منك. مع السلامة. عن إذنكم. مع السلامة. الله يسلمك. بعتذر منك، ما حبيتك تحضري هيك حديث بالمرة. حضرت خطة الإعلام كمان، إذا بدنا نعرض الفيلم بسرعة لازم نستعجل كتير. أنت هلأ أعطيني الخطة لراجعها وبعدين منناقشها مع بعض. طيب، ليكي هي قائمة الأسعار المخفضة، بس لسه بدنا نساوم القنوات. ماشي، أنا رايحة هلأ، بعدين منلتقي. خليها معك. طيب، يسلموا إيديكي. أهلين. حاضر حاضر جايبتهم. أهلا وسهلا. أهلين فيك. رح تجي المساء ما هيك حبيبي؟ شو رح تطبخيلي؟ ما رح أطبخ لك شي، للوش بعتت لك شغلات كتير وطيبة كتير كمان. عم تحكي عن جد؟ مثل شو؟ والله كل شي، خبازة وعكوب ولوبيا بزيت ومحشي قرع وكوسة. أنا عايشة باسطنبول بس عم بعمل فطور واني. يعني هلأ امك بعتت هدول من شاني؟ طبعا. يعني حبتني؟ حبتك. انا بحب اللوبيا بالزيت كتير. بورا بدي اقلك شغلة بس ما تزعل. قولي. انا عن جد حابة ساعدك. مستحيل نازان. بس لحظة. قلتلك لا حبيبتي، اصلا انا عم حاول اعمل شي بتعرفي؟ ايه بعرف، بس يعني بركي ما قدرت. وقتها منحكي بالموضوع، بترجاكي. شو بيصير فيني إذا المافيا بتعمل لك شي؟ طب شوف هاي غيرت بيتك. نازان أرجوكي عم تحرجيني. ما في داعي للحرج، أصلاً أنا ما بقدر أعطيك مبلغ كبير بس بقدر ساعدك. طيب منحكي فيها بوقت تاني، هلأ لا تخربي جمال هاللحظة الحلوة. أنا صار لازم أروح. مرة تانية؟ مضطر. نازان امتى رح يجي اليوم تصيري إلي؟ مو أنا أصلاً إلك. تأخرت بورا عن جد. إيه؟ ليك هاي هندبي وهي عكوب وهي خبازة وهي هاي لوبيا بالزيت وهي لازم تكون محشي القرق. على أساس أنت من وين؟ أنا عشت سنين طويلة بإيطاليا. يلا اتصلي بأمك. اتصل بأمي ليش؟ شو يعني ليش؟ اتصلي لأشكرها.
ماما؟ ياسمين، إذا بدك تسألي عن عمر. لا لا، سواش هون بجنبي وبده يحكي معك. ألو، مرحبا، كيف صحتك؟ الحمد لله، شكرا لك ابني. أنت شو أخبارك؟ أنا منيح شكرا لك، بعتي أكلات كثير طيبة، يسلموا إيديكي. ما في شي من قيمتك، صحة وهنا ابني. أنت رح تجي على بودروم؟ بيقرب وقت إن شاء الله. عم بستنى. مرحبا جيم. أهلا وسهلا. بدك تلتقي مع حدا هون؟ أنا جاي أشوفك إلك. شلون يعني؟ أنا اشتقت لك جيم. وأنا كمان اشتقت لك ناديا، اشتقت لك كتير. نازان، فوتي مرت خاله. شو عم تتفقدي صيغتي؟ نسيت شو عندي وشو ما عندي. عادي هون. هيك عم بيصير والله، بيبقوا جوات الدرج وما منلبسهم غير مرة واحدة. نازان، طلع على هذا الشب. مين بيكون؟ ابن رئيس عشيرة من موش، وهو أرمل مثلك أنتي. شو يعني؟ قلت لو تتجوزي مرة تانية بنتي ما رح تبقي طول عمرك أرملة. مرت خاله، أنا هلأ ماني مفكرة أتجوز. وأخيرا لقيت المكان. ها، أكيد أنتي لورا. أنتي حلوة كتير، أحلى بكتير من الصورة اللي شفتها. عن جد تفاجأت انك عرفتيني. وليك بهي عرفتك. قدم لك امك عم تتصل. هاي لابوكي؟ ايه. اكيد؟ اكيد. ليش ما بدك ترد؟ عم نتفرج على الفيلم. انا صديق لورا، بس الاب. كيف بيقدر الرجال ما يضحي كرمال عيون هالطفل؟ لسه ما سكرت، يمكن في شي مهم، انا برأيي يرد عليها. نعم امي. سواش، صارت الساعة 12 ابني، والخانم تشجك لهلأ ما رجعت على البيت. شو؟